من القاهرة ينضم إلينا بشير عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة ديمقراطية في جريدة الأهرام. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا في إدانات عديدة، نتحدث أيضا عن أي تداعيات. كان في اجتماع أمني ولو مصغر عقده دعا إليه السيسي لبحث تداعيات المجزرة، ما المتوقع؟ المتوقع مزيد من الإجراءات الأمنية وتشديد القبضة الأمنية في مواضع شتى وعلى كافة الطرق الموصلة للأديرة والكنائس ودور العبادة، لا سيما وأن هذا الحادث أظهر جانبا من الرخاوة الأمنية في بعض المناطق كالطريق الذي وقع فيه هذا الحادث. لذلك اتصور ان يعني اجراءات الطوارئ التي هي مفروضه في البلاد منذ احداث الكنيسه البطرسيه ستظل قائمه وربما يتم التمديد لها في محاوله لمحاصره الارهاب بشتى صوره. طب رغم حاله الطوارئ، لماذا هذا يعني وجود بعض الثغرات اللي اشرت اليها سيد عبد الفتاح بطريقه غير مباشره امنيا، وما المظاهر هذه، مظاهر التجديد الامني بالمنيا اعلن بانه تم اغلاق مداخل ومخارجها لمنع هروب المسلحين، اي مظاهر اخرى؟ واقع الامر انه حاله الانضباط الامني او الدقه الامنيه المتناهيه بنسبه 100% هي حاله مثاليه غير موجوده في اي دوله من دول العالم. وبالتالي والا بماذا نفسر الاحداث الاجراميه والارهابيه التي تشهدها عواصم مثل لندن وباريس وواشنطن وغيرها. ثانيا ان مصر دوله واسعه ومتراميه الاطراف، والارهاب يلجا الى استراتيجيه تشتيت الجهود الامنيه من خلال استهداف مناطق في سيناء ثم في دلتا مصر ثم في الصعيد وغيرها بهدف تشتيت الجهود الامنيه واجهزه الامن. يضاف إلى ذلك أن هناك مشكلة لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وهي أن بعض المناطق قد تتسم بالرخاوة الأمنية لكن سرعان ما يتم تجديد الإجراءات فيها، لكن بعد تعرضها لحوادث إرهابية كما هو الحال بالنسبة لطريق مغاغة المنيا الذي وقع فيه هذا الحادث، فهو طريق يمتد إلى بضعة كيلومترات لكنه غير مؤمن بالقدر الكافي نتيجة لأنه لم يشهد حوادث إرهابية من قبل، ومن ثم تلك مشكلة وهي انتظار وقوع حوادث حتى يتم توجيه الاهتمام بحادث بهذا المكان أو غيره. نعم. مع أنه نتحدث عن أعمال إرهابية يعني ليست بمتقطعة بشكل كبير، هذا الهجوم بعد شهر ونصف على هجوم الكنيستين قبطيتين أيضا، وكأنه الحديث اليوم بالعواجل عن ارتفاع عدد ضحايا ل 82، على أي حال ما الرسالة التي أريدت من هذا الهجوم الإرهابي سيد بشير؟ أولا للتصحيح فقط، الضحايا عددهم 28 وليس 82، يبدو أن هناك يعني خطأ في نطق الرقم. لا، هو نحن أعلنا عن هذا الرقم حوالي 30، ولكن بعض الأخبار تورد الآن بأنه ارتفاع عدد الضحايا، ربما غير مؤكد الموضوع، ولكن لأن كنا أصلا نتحدث عن حالات إصابات خطيرة جدا. على أي حال سيتم متابعة هذا الموضوع، تفضل سيد بشير. الهدف من هذا الحادث الإرهابي هو ضرب الوحدة الوطنية كما جاء في بيان الكنيسة الأرثوذكسية. واقع الأمر أن الإرهابيين يتطلعون إلى إحداث واقعة ما بين المسلمين والمسيحيين وضرب حالة التفاهم والتناغم ما بين النظام والمسيحيين في مصر، وأيضا إشعال الفتنة وإثارة الشباب المسيحي لأنهم يريدون أن ينقلب المسيحيون على السلطة في مصر وأن تزول حالة التفاهم بينهما. وربما يسعد الإرهابيين كثيرا قيام بعض الشباب المسيحي بتظاهره وقطع طريق صيغ حديديه ما بين القاهره واسوان قباله المنيا التي شهدت هذا الحادث الارهابي للتعبير عن غضبهم من القصور الامني. يعني الهدف في نهايه المطاف هو ضرب الوحده الوطنيه. نعم. وتأليب المسيحيين على السلطه في مصر. شكرا لك، من القاهره سيد بشير عبد الفتاح، رئيس تحرير مجله ديمقراطيه بجريده الاهرام.